قوموا قاعدة حتى خلال القراءة ما أقومكم شوي عند مجال هنا حتى هذا تملوا لي. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعالوا لي لهنا شوي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاة باللغة معناها الدعاء، الدعاء هسا متعلق الدعاء شنو؟ مرة واحد فرض يدعو له بالعافية، واحد يدعو له بالكرامة، واحد يدعو له بالرزق. الآيات الكريمة الموجودة بالقرآن اللي ترتبط بالصلاة على البعض، يعني مثلا من قبيل الآيات اللي بيها صلاة للرسول صلى الله عليه وآله، زين، والصلاة بالنسبة إلى عباد الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الصلاة من الله عز وجل رفع المنزلة، الله إذا قلنا الله صلى على أحد يعني رفع منزلته، والصلاة من العبد يعني الدعاء برفع المنزلة. إذا واحد من الناس يقول مثلا اللهم صل على فلان مثلا يعني ارفع منزلته. ولذلك مثلا لما تمر بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني ادعو لهم برفع المنزلة، ادعو لهم بالقبول، ادعو لهم بالرحمة. فالصلاة بمعناها اللغوي تجي بمعنى الدعاء، زين، لكن بمعناها الشرعي لا، معناها الشرعي هي عبارة عن مجموعة من الأفعال المعهودة اللي بها قراءة، بها قيام، بها قعود. هذه تفتتح بيش؟ بالتكبير. افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، يعني الإنسان عندما يريد يحرم بالصلاة لابد من التكبير، ما يمكن أن يدخل بالصلاة إلا أن يكبر، هذه تكبيرة الإحرام. لكن الخروج من الصلاة بيش يكون؟ يكون بالتسليم، كأنه الحصة، حصة الصلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بيش؟ بالتسليم. هسا بعض المذاهب الإسلامية عند رأي أن الخروج من الصلاة يمكن أن يكون بما يفسد الطهارة، لأن طبعا شرط عندنا من شروط الصلاة أن يكون الإنسان على طهارة، على وضوء مثلا أو على غسل، إما مغتسل من جنابة أو متوضئ، يعني على طهارة يصلي. زين، بعض المذاهب الإسلامية يقول إذا أتى الإنسان بما يفسد الطهارة يقدر يطلع من الصلاة بما يفسد الطهارة، مو إلا بالتسليم. الحقيقة مسألة ما هالقد مهمة تعنينا احنا، هذا رأي إلى، لكن كل ما في الأمر حبيت لفت النظر
الى ان الخروج من الصلاة ميتم الا بالتسليم، يعني اخر مرحلة من مراحل الصلاة الى ان يقول السلام عليكم، وهي الميم من السلام عليكم، لا هنا يطلع، يقدر يطلع من الصلاة، تكون هذه الصلاة هالحصة. زين، هذه في واقع الامر الصلاة اللي ما يكون الخروج من عدها الا بالتسليم، ما يجوز للانسان ان يقطعها الا لحالتين، اما حالة ضررية، يعني انا اذا باثناء الصلاة واشوف اموالي راح تتعرض الى نهب مثلا، او اتعرض انا الى ضرر من الاضرار اذا ما اقطع الصلاة، في مثل هالحالة اقطع الصلاة، او لا تردي طفل، افرض الطفل اشوفه يزحف وراح يوقع ببئر، فاضطر اقطع الصلاة حتى انقذ لهالطفل. هي كلها الواقع من باب التزاحم مثل ما يقولون الفقهاء، سأوضح لك أقرب لك المعنى. كأنه عندنا التزاحم شنو؟ أن يكون تزاحم بين مهم وأهم، أكو حكمين، واحد مهم واحد أهم، لما يجتمعا قطعا اللي ينجز على لغة الفقهاء أو الحكم بالأهم. مثل إيش؟ يعني مثل ما ضربت لك مثلا، أنا واقف جاي أصلي وأشوف لي واحد راح يوقع بالبحر ويأخذ الماء، قطعا هنا صار عندي تزاحم، أنا أولا مأمور بإنقاذ الغريق ومأمور بالصلاة، لكن الأمر بإنقاذ الغريق أهم من الأمر بالصلاة، لأن الصلاة لها بديل يمكن أن أصليها إما داخل الوقت أو خارج الوقت، لكن هذا إذا راح ما إلى بديل، إذا أخذ الماء ومات هذا أهم من هالحالة. فيصير تزاحم بين المهم والأهم، وإذا صار تزاحم قطعا يقدم الأهم، هذا مفروغ من عنده. ولذلك أكو هنا رواية ألفت نظرك، يرون أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يصلي، وكان الإمام الباقر أنا ذاك طفل أقبل يزحف إلى أن وصل إلى حافة البئر، سقط في البئر، فيقولون بالرواة أو الرواة يقولون أن أمه فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه جاءت قالت ولدك سقط بالبئر، فلم يلتفت، قالت فلذة كبدك سقط بالبئر، ما التفت، إلى أن إجوا جماعة من أهل المدينة استخرجوه والتفت إلها، قال لها يا ضعيفة اليقين لو ملت عن ربي بوجهي لمال بوجهه عني. هذه الرواية ما مقبولة. ليش ما مقبولة؟ لأن قطعا أبسط الناس اللي عنده مبادئ من علم الفقه يعرف أن موضوع التزاحم بين المهم والأهم يقدم بالأهم، مثل ما ضربت لك مثل، يعني الإمام زين العابدين ما يعرف تكليف الشرعي أن الإمام الباقر راح يوقع بالبئر وراح يموت، حتى تضطر تجي ليتنبهها. بعدين فاطمة بنت الحسن مهذبة غاية التهذيب، أم الإمام الباقر امرأة من النشاء المهذبات الورعات المتصفات بالتقوى، تقول للإمام ما أقسى قلوبكم، حاشا ما يمكن، ما هتد. فالرواية إما مخدوشة من ناحية السند، أو إذا صحت من ناحية السند معناه أن الإمام واثق أن هناك من يستخرج الطفل، ولذلك هو ما تصدى خلى الآخرين يتصدون. فما ممكن، ما مقبول أن الإمام سلام الله عليه في مثل هالحالة ما يعرف تكليفه حتى احنا نعرف تكليفه. الرواية محل تأمل. زين، إذن الصلاة ما يمكن قطعها لأهميتها، لأن هالحصة هذه الله عز وجل فرضها على العبد. شلون أقرب لك المعنى؟ يعني الإنسان مثل الإنسان اللي عنده مرض لازم يأخذ حصة معينة من الدواء، إذا سواها أنقص نعم ما راح يستفيد بالدواء. ما في شك أن الصلاة علاج للأمراض الخلقية والأمراض الاجتماعية. الصلاة هي عبارة عن صلة بين العبد وربه، وإذا كانت صلة بين العبد وربه
قد يسأل سائل يقول أن الدين بني على اليسر. احنا نعرف أن الأحكام الدينية ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل يريد بعباده اليسر. زين ليش هذا الإنسان من الصبح لليل مشدود الصبح يكون يقعد يصلي مثلا والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا عدا النوافل اللي يمكن أن يصليها بعد نصف الليل مثلا، ها؟ شنو الداعي لهاللون من الانشداد؟ قد يطرح سؤال واحد يقول ليش هالقد؟ فما ممكن أن تجمع هالمجموعة من الركعات كلها تجمع يصليها مرة واحدة ويقوم يروح على شغله. لا، تعرف ليش لا؟ أولاً مثل ما ضربت لك مثل، الآن المريض لما يجزئ الدواء على 24 ساعة ما تقدر تقول للطبيب أنت ليش تجزئ للدواء للمريض، يقول لك كل 6 ساعات مثلا يجب أن يأخذ أفرض حصة من الدواء. ليش؟ لأن تتوقف صحة الجسم على هذا. كذلك الصلاة إذا توزعت على الأوقات تتوقف الصحة الروحية والخلقية على هذا اللون من التوزيع. يعني كأن الله عز وجل يريد يخلي العبد مشدود إلى دائما، لأن الإنسان ينسى بسرعة جدا، يذهل يغفل. يريد الله تبارك وتعالى من العبد أن يكون على تماس، يريد من العبد أن يكون على تماس بالله على طول، على صلة بربه، لأن الإنسان كثيرا ما يغفل ويبتعد عن الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يريد للعبد أن يكون على صلة به، وإلا الإنسان تأخذ الدنيا، الإنسان تأخذ الدنيا ومو شاعر أن هاي الدنيا اللي تأخذها راح تنتهي وهي تافهة، لكنه مصيره إلى الله، وما عند الله لا ينتهي، عطاء الله غير محدود، هو العطاء الضخم. أما الدنيا نعرفها إحنا شنو هي اللي بيها، تتصور الآن هذه الدنيا بجميع ما فيها إحنا نعرف ما هي قيمتها، ما لها قيمة في واقع الأمر، لأننا نتركها شئنا أم أبينا، جميع ما بيها من لذائذ أو من نعيم أو من آليات يمكن أن يصور الإنسان أنا راح عن طريقها يوصل للسعادة، لا، كلها تنتهي تتلاشى. الشيء اللي يمكن أن يكون إلى قيمته أو إلى أهميته هو عطاء الله. ولذلك التفت للتعبير الصلاة مأدبة الله، يقول عبد الله بن عباس المأدبة شنو؟ السفرة اللي يحطون بها الطعام، الوليمة، العزيمة، ما نقول فلان نعم راح إلى مأدبة إلى عزيمة، هذه مأدبة الله الصلاة. شلون يعني مأدبة الله؟ لأن الله عز وجل يعطيك فيها عطاء لا حدود له، عطاء أخلاقي، عطاء جسدي، عطاء دنيوي، عطاء أخروي، يعني عطاء غير مقطوع بالمرة، ها؟ ولأنها مأدبة الله عز وجل، لذلك الله تبارك وتعالى أوجب هذه العناية بها، أوجب العناية بالصلاة لهذا المعنى. لأن الإنسان عندما يقبل على الصلاة، السائجين شنو هي الأهداف التي أرادها الله عز وجل من وراء الصلاة؟ نبه لي. الهدف الأول توحيد الله عز وجل، أن الإنسان يوقف يوحد ربه، يرى أن الله عز وجل أحد لم يلد ولم يولد، ويرى أنه متفرد بصفات الكمال والجلال، هاي وحدة. ثانيا يخلع الأنداد. شنو معنى يخلع الأنداد؟ يعني ما يخطر بذهنه أن هناك إله فاعل غير الله، ما ممكن أن يكون هناك إله يضر وينفع من دون الله عز وجل. أي الإنسان يستحضرها وين؟ يقول له إياك نعبد، إحنا غيرك ما نعبد، لأن غيرك ما يستحق العبادة. ليش؟ لأن سيجينا خلال البحث
ان غيرك راح يطيح على التراب، ينام على التراب، يحط خده على التراب، لكن الخد الوحيد اللي ما يصير على التراب ها هو وجه الله عز وجل. مش تقرأ انت بالسورة بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا هو الوحيد اللي ما ينحط على التراب. وإلا أي واحد تتصوره من الأباطرة أو من العظماء لابد وأن ينتهي خده إلى التراب، لازم وأن ينوضع على الرمل. ويقول واحد من أدبائنا: من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. في الهدف الثاني خلع الأنداد، أن الإنسان عندما يقف إلى الصلاة جاي يخاطب الباري عز وجل يقول له: إياك نعبد، غيرك ما يستحق العبادة، لأن غيرك سيضع خده وسيموت، وإذا مات شنو؟ تبقى الأرض خالية. لكن الله هو الحي هو القيوم الذي لا يموت وهو القائم على مصالح عباده. زين، بعد أن الإنسان بالصلاة يقف وقوف الذليل الخاشع أمام الجبار القدير، يعني بتعبير آخر تصحيح للموقف، إنسان يعرف حجمه. مو أكو بعض الناس ما يعرف حجمه، بعض الناس يتصور أنه فشيء مذكور، يعني خصوصا إذا حصلت لجوقة من المداحين مثلا كانوا إلى جانبه وقاموا يخلعون عليه نعوت العظمة ونعوت الكبرياء ونعوت الأهمية، هذا يصدق، يصدق بأن صار شيء مذكور. إذا صدق هذا أتخطر. واحد من حكام مصر كان قاعد على عرشه على منبره قدام واحد من الشعراء يمدح بقصيدة، يقول له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، ما شئت لا ما شاءت، يعني مشيئتك أكبر من مشيئة الأقدار، ما شئت لا ما شاءت الأقدار أحكم فأنت الواحد القهار. هذا بالأثناء هو مملوء يعني جهو وشعور بالعظمة، وانتفخ شحره من هذا المادح، اجت ذبانة وقعت على خشمه، وخرها وردت، وخرها وردت مرة أخرى، بالمرة الثالثة مال عليها ليبعدها، سقط إلى الأرض. أكو واحد فوق من عنده يقرأ: وإن يشلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. وإذا هذا هو عظمته كلها تتلاشى بذبابة، تتلاشى بذبابة. فهذا الإنسان في واقع الأمر إذا وقف بين يدي ربي عرف حجمه، عرف موضع الحاجة في نفسه وموضع العطاء من الله عز وجل، وأن الله هو المعطي، أحس بفقره أمام الخالق قطعا. هذا فالدرس من الدروس الروحية الرائعة يتلقاه الإنسان إذا وقف بين يدي الله. بعد الإنسان في موقفه للصلاة يقف طالبا كما أراد الله، لأن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه. أنت شايف الآن إذا أبو عند طفل من أطفاله يحبه إيش كثر يدلله ويرغب، يريد من هذا الطفل أن يقترح عليه شيء، يريد من طفله أن يطلب شيء حتى يلبي له طلبه، لأن يرى في تلبية طلب هذا الطفل شعور، يعني يشعر شعور بالراحة وبالسعادة بأن طفل طلب منه شيء وأعطاه. مو الباري عز وجل يقول: من الذي استطعمني فلم أطعم، من الذي استرزقني فلم أرزق؟ هاي الكنوز من الرحمة، هاي الكنوز من عطاء الله إلا من الله خلقها، يريد من عباده أن يسألوه حتى يعطيهم. مو يقول الشاعر واحد من الشعراء يقول: فهل دللت للغوطتان لبانة أحب من النعمى إلي وأقربا،
صبيا من الاطفال، لولاه لم اخف على الشيب ان انقى وان اتقرب، الى ان يقول وعندي كنوز من حنان ورحمة، نعيمي ان يغرى بهن وينهب. يقول هاي الكنوز انا من سعادتي ان هذا يجي ياخذ من عندها، لانه المن موضوعه حتى اعطيها لمن يحقق لي السعادة. الله عز وجل خلق هالرحمات وهالعطاء، يريد من عباده ان يسألوه، يريد من عباده ان يضرعون اليه، يريد من مخلوقاته ان تطلب منه ليعطي، لانه الكريم ونحن الفقراء اليه. نسأل الله ان لا يحرمنا في شهره الكريم هذا من عطائه، ان يرحمنا دائما بكل صنوف الرحمة، لاننا الفقراء له. اذا الانسان يشعر في وقوفه بالصلاة ان بين يدي الله، يخاطب يطلب اهدنا الصراط المستقيم، وجهنا على الدرب العدل، وجهنا حتى نسلك الطريق الصحيح، وجهنا حتى نبتعد عما لا يرضيك، حتى يعطي، لان الله يريد ان يسأل ليعطي. الانسان في موقفه بعد ان صحح موقفه وعرف نفسه ان المحتاج وان الله الغني، وبدأ يسأل، الله عز وجل يعطيه. بعد الانسان في صلاته يضع جبهته على الارض، على التراب، خشوعا لله عز وجل. اذا وضع جبهته على الارض، سجد على الارض، شنو بيها من ايحاء؟ هذا المعنى شبي ايحاء، الايحاء اللي بيريد يقول له يا ربي انا مهما تكون منزلتي، اولا الصلاة مفروضة على الجميع، زين، فمهما يكون منزلت الانسان ملك او عظيم، حط خد على هالتراب، لكن الخد الوحيد اللي ما يوضع على التراب هو وجه الله عز وجل، هو الوجه الخالد. يشعر الانسان بأن عند حصة من الوقت يقضيها بهالحياة، ثم يطلع من هذه الدنيا، شاء أم أبى، الشطول هذه أو تكسر يوم يومين، النتيجة أن يطلع من الحياة يتركها. الوحيد اللي ما يهوي إلى الترب، واللي ما تتناول الأرض فتأكله، الكائن الوحيد الذي لا يعتريه الحي القيوم، هو الله عز وجل. لاحظت كل هالأسرار مجتمعة موجودة بالصلاة. هسا قد يسأل واحد يقول شيخنا يعني ذولا اللي يصلون كلهم يستحضرون هالمعاني إذا وقفوا؟ كل هذا الشيخ واحد أصلا يعرف ذني؟ كلهم يعرفين. يجي يقول لك الله فارض عليه يقرأ الحمد وقل هو وطارد وقام. لا تقول لي هو صحيح، قد يكون موجود هاللون من البسطاء، لكن ترى الحمد لله تاريخنا احنا، تاريخ المساجد الإسلامية، منذ وجد المسجد الإسلامي من أولى مهماته شرح أسرار العبادات. يعني أنت من أيام الرسول الكريم إلى الآن مساجد المسلمين هذه وظيفتها تشرح أسرار الصلاة، أسرار الصوم. هسه واحد ما يتنبه، أكو واحد ما متنبه، صحيح يقول لك هذا فرض مفروض علي أنا أؤدي هالفريضة، وغير ملتفت إلى هذه الجزئيات، غير ملتفت إلى هذه الأسرار، هذا ما يقدح. نبه لي، هذا لا يقدح إذا كان هذا غير ما طول هو جاي بنيته متجه إلمن، متجه الى الصلاة، اهل القبلة. هذا لما يكون من اهل القبلة، يعني الله عز وجل جعله اهلا للتكليف، وهو يقدم على الصلاة. اذا اقدم على الصلاة واستقبل القبلة، افرض ما استحضر هذني، كلهن ما استحضرهن خلي لا يستحضرهن، لكن لو استحضرهن يكون افضل. ولهذا تلقى صلاة العارفين غير صلاة غير العارفين. هذا العارف يعرف أن وين واقف، يعرف أن بين يدي من. يعني صور أول أمر، أول ما نزلت الصلاة، فريضة الصلاة، لأن الصلاة شو وقت انفرضت؟
انفرضت الصلاة ليلة الإسراء. وين ليلة الإسراء؟ بهذا المسجد المبارك، بالمسجد الأقصى، اللي الآن داير مدايرة مذبحة، داير مدايرة الآن إخوتنا من أهل لا إله إلا الله يذبحون ذبح الكباش. نبه، وهذا القدس الشريف اللي كان هو أولى القبلتين، كانوا المسلمين يصلون إليه. لما نزلت الصلاة وفرضت ليلة الإسراء هاي سنة 9 للهجرة، النبي شقد ظل بمكة؟ ظل تقريبا، العفو، سنة 9 للبعثة، النبي ظل بمكة 13 سنة، فطلع منها 9، ظلت 4 سنوات المسلمين يصلون إلى بيت المقدس. ومن دخل النبي إلى المدينة 9 أشهر، أو على رواية 16 شهر، المسلمين أيضا ظلوا بعدهم، قبلتهم بيت المقدس، المسجد الأقصى القبلة إليه، فكانت القبلة إليه. صلوا بمكة متجهين إلى، وصلوا بالمدينة متجهين إلى. فريضة الصلاة لما فرضت كان الاتجاه وين؟ إلى هذا المسجد اللي كما أشرت، الواقع اللي يشكل نقطة، هذه النقطة هي عبارة عن اختبار لإرادتنا، امتحان لإسلامنا، امتحان لعزائمنا. بس هل احنا بالمستوى المطلوب او لا؟ مع الأسف لا. لا، مو يقول احد أدبائنا يا قدس، يا قدس لولا صبية برحابنا كبروا على إذلالهم فتمردوا، خجلت مدافعنا أمام حجارة بأكفهم وبعزمهم تتوقدوا، لتهالكت أهدافنا لكنهم بعثوا بها عهد الجهاد وجددوا، أيام نحتطب الفوارس والقنا بجريد نخل أخضر يتأود، فاستلهمي يا قدس روح محمد ورعيله فهي الضمان الأوحد، زج الشهادة فيلقا وكتائبا فعدونا في غيرها لا يطرد. الواقع أن الصلاة منذ فرضت كانت تستهدف أن تبني الفرد المسلم، تشعر بتفاهة الحياة وبأنه ما عند الله خير وأبقى، وتربي به الجوانب الروحية والخلقية، يعني تبني بناء كما أراد الله عز وجل من الصلاة، إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، فإذا الله عز وجل عندما فرض الصلاة أراد أن تكون الصلاة هي عبارة عن مأدبة لله عز وجل، ينهل الإنسان منها ويأكل منها ويتربى فيها. لهذا اجت الآية الكريمة مؤكدة، شو تقول؟ إن الصلاة، هاي إن أداة تأكيد تأكد مضمون الجملة، تقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، كانت على المؤمنين، هنا شوية نقطة خلي ألفت نظرك إليها، يعني غير المؤمنين مو مكلف بالصلاة؟ الصلاة بس المؤمنين هم المكلفين بها؟ لا، كل واحد مكلف بالصلاة، لأن أكو نزاع عند المذاهب الإسلامية، عند فقهاء المسلمين، هذا النزاع أن الفروع مكلف بها غير المسلم، يعني الكفرة مكلفين بالفروع، وأكو عندنا أصول، الأصول مثلا الإيمان بالله، الإيمان بيوم القيامة، نعم، الإيمان بالنبوة، هاي الأصول زين، لكن الفروع مثل الصلاة، الصوم، الحج، هاي فروع، هل الكفرة مكلفون بالفروع أو لا؟ بعض المذاهب الإسلامية يقول لا، الكفرة مو مكلفين بالفروع، لأنه خلي يكلف بالأصل بالأول، يجيب الأصل ثم يكلف بالفرع. يقول لا، هو تكليف بالأصل
يقتضي تكليفه بالفروع، لان الفروع داخله ضمن الاصول. نبه، فهم مكلفون بالصلاه، فالصلاه مو بس مفروضه على المؤمنين، لكنه المؤمن اشد اقبال عليها، والا كل واحد مكلف بالصلاه. لان شو تقول الايه الكريمه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الكفرة يشيلوهم، ليش انت شنو اللي طببكم الى جهنم؟ قالوا لان ما صلينا، لان تركنا الصلاة، يعني تركناها عن جحود، عن كفر، مو عن عصيان. زين، اذن الصلاة مو بس المؤمن مكلف بها، لا، كل فرد من البشر مكلف بالصلاة. زين، هنا شنو عندنا نقطة شوية مهمة تنبه لها. الله عز وجل يريد يكرم بني آدم، شلون يكرمهم؟ يجعل كل واحد قابل للخطاب، يعني كل واحد قابل للتكليف. يعني لتقريب المعنى أبو الطيب المتنبي يقول: إني لأفتح عيني، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. يقول أنا أفك عيني أشوف ناس هواية، هذول مو ناس، شنو إيش؟ وسطاء مساكين. هذا غرور، هذا لون من الغرور. الله عز وجل ما يحتقر عبد من عباده ابدا، مو بس عبد، لا، مخلوق من مخلوقاته. زين، ما الله عز وجل يأبى من عباده ان يحتقروه. ويقولون مره كلب قبيح الصوره على بعض العباد اللي كانوا في احدى القرى، لما مر عليه قال: ما اقبح صورة هذا الكلب. يقول فانطق الله عز وجل الكلب، قال له: انت الذي خلقتني يا بالله، اذا جيت تعترض على الله على من؟ بعدين ايش دعوة الغرور؟ هي الصورة القبيحة او الصورة الجميلة بعد يومين اذا انحطت بالتراب تعال شوفها شلونها. هو هذا، ها الصورة الجميلة، اكو صورة من الصور الجميلة تبقى بعد ان يوضع الانسان بالقبر، هالمحاسن الجمال، العيون النجلاء، الخدود الاشيلة، الجبهة المشرقة، حطها على التراب بالقبر الشم يوم تعال شوفها شلونها. وتلك العيون النجل صيرها البلا ترابا على رمل الحمى وسهوله. تلقاها بس خليها راحت تحولت الى تراب. فهذا يقول له: انت جاي تعترض على الله؟ الله عز وجل ما يريد ان يحتقر ابسط مخلوقاته، لا، الله كرم بني ادم، بالخصوص الادمي سيد الموجودات، فكلهم خلاهم مؤهلين للتكليف. نبه، يعني قد يقول لي واحد: مو هاي الدنيا هي لو غيرها، يعني ارجوك، يعني دول البشر بفلان ابن فلان البسيط العادي وبفلان العبقري العظيم، دول كلهم شو في اصل الانسانية؟ كلهم شو نبه، في اصل الانسانية ماكو فرق، الناس من جهة التمثيل اكفاء، كلكم لآدم وآدم من تراب، ما اكو واحد افضل من واحد في اصل المنشأ والخلقة، في اصل المنشأ والخلقة الناس سواء، ما في فرق. فالباري أهلهم للتكليف كلهم، كلهم، كل واحد من العباد مكلف. هسه العبد هو ونفسه يبقى، اكو واحد يرتفع الى مستوى التكليف، يعني واحد يقول انا الله أهني للخطاب، علي ان اكون مهذب ومؤدب، امتثل ما امرني الله عز وجل. واحد لا والله ما يقدر قيمته، ما يعرف قيمته. وإلا في أصل التكليف الناس سواء، الناس كلهم على حد سواء في أصل التكليف. هذا شي يسموه الفقهاء، يسموه مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة مو حجة، يعني أن الصلاة كانت على المؤمنين مو معناها غير المؤمنين ما مفروض عليهم، لا، غير المؤمنين مفروض عليهم، إنما خص المؤمنين بالنداء لأن المؤمن أكثر إقبالا على الله من غيره. صحيح، يعني أنت تلاحظ الآن المؤمن اللي عنده إيمان عميق إذا وقف إلى الصلاة تلقاه كل خشوع، كل هدوء، كل إقبال على الله، منغمر في روحانية. واحد تلقاه لا
يصلي ويتلفت يمنا ويسرى وساعي يحك راسه وساعي ايده ما ادش بيها، ما عنده خشوع، ما عنده توجه، لان ما مدرك اهمية الصلاة. يقولون كان الامام زين العابدين سلام الله عليه اذا وقف الى الصلاة لا يتحرك منه الا ما تحركه الريح، اذا مرت نسمة هواء تحرك مثلا رداء او ثوبة بس، والا هو يقف كالخشبة. يقولوا له يا ابن رسول الله انت وضعك في اثناء الصلاة يلفت النظر، هل وقفها بحيث ما قالوا ما تدرون بين يدي من اقف؟ انا اقف بين يدي جبار السماوات والارض، لازم اكون بالمستوى المطلوب. لذلك الآية الكريمة تقول ان الصلاة كانت على المؤمنين، يعني اختصاص المؤمنين لانهم اكثر اقبال، والا تكليف الصلاة تكليف عام، يعني الله عز وجل كلف بالصلاة كل الناس. زين، ثم قالت كتابا. شنو معنى كتاب؟ كانت على المؤمنين كتاب يعني فرض، الله عز وجل فرضها على كتبها على المؤمنين، فرضها على المؤمنين. هذا الفرض عبر عنه بايش؟ بالكتاب، لان الله تبارك وتعالى عندما يقول كتب عليكم يعني فرض عليكم، كتاب يعني فرض. هسه قد يسأل سائل يقول أليس معنى الفرض بشيء من القهر؟ والإنسان إذا رد تتكلف بقهر ينفر، تصير عنده عملية ردة فعل. شلون تقولون أنتم أن الإسلام، تقولون أن الإسلام نعم ما بي جبر، لا جبر ولا إكراه في الدين، زين إذا ليش الصلاة فرض؟ ليش مفروضة بالجابر؟ شنو سبب فرضها بالجابر؟ لا، الحقيقة انت اذا تنبهت شوية زين هنا، هذا الفرض ما يستوجب الجبر، وانما شو يستوجب؟ يستوجب لفت النظر الى اهمية هالفريضة. يعني هاي مثل الدواء الان اللي احنا نجبر المريض على ان يستعمل هالدواء، ما نريد نجبره، احنا نريد صحته، نريد حياته. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل يريد حياتنا. الصلاة الله تبارك وتعالى يريد منا ان تكون اداة لحياتنا، لان المسلم هويته الصلاة. هاي الصلاة تبنيه، تكون انسان، تكون مهذب، لان الصلاة اذا نهت عن الفحشاء والمنكر، يعني انت شايف الان اكو بعض الناس اللي يرتكبون المنكر، هذا من ارتكب المنكر ينسلخ من انسانيته. مثل ايش؟ دعني اضرب لك مثل، يعني الان تمر لك على مشرب من المشارب اللي يوزع الخمرة، يتفق كنت اخلص من بعض المجالس في لندن وانا راجع، هناك حانات مفتوحة واقفين هذولا، اشوف فرد مناظر غريبة في بابها. يعني هذا الانسان اللي الى قيمة وكرامة، تلقى بعضهم قاعد منطرح على الى جانب الشيان، واحد ما ادري يعبث عبث عجيب غريب، يعني فد وضعية غريبة تلفت النظر، واقعا تتألم للانسانية. كيف تنتهي الانسانية الى هذا اللون من التدهور اثناء سلوك هؤلاء؟ مو رحم الله بعض شعرائنا، بعض شعرائنا يقول محمد حرم شرب الطلا، صلوا عليه وعلى آله. اذهب الى الحانة تؤمن به ان كنت لم تؤمن باقواله، فكم ترى بالحان من شارب يحرم الخمر بافعاله. يعني لما يقول تروح للحانة تعرف ليش الله حرم الخمرة. شوف هذا الانسان، هذا الكائن الرائع، واذا بهذا يتقلب مثلا بالتراب او يتقلب بالمهانة او بالوحل، يعني قطعا الرذائل من هذا النوع تهدر كرامة الانسان.
المعاصي تهدر آدمية الآدمي، الصلاة جاية تحافظ على آدمية الآدمي، تريد ترفع قادرة. فلذلك الله عز وجل فرضها فرض كما نفرض الدواء على المريض إنقاذا لحياته. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا بعد موقوتا. نبه للنقطة شوي هنا، يعني هاي نقطة خلاف بين المسلمين. أوقات الصلاة احنا نلاحظ مثلا احنا نجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، المذاهب الإسلامية الأخرى تخالفنا في هذا، لأنه مثلا الأحناف يمنعون الجمع، الأحناف إلا في المزدلفة، نعم، وفي موطنين بالحج، زين، الحنابل والشوافع والموالك ما يجوزوها إلا بالسفر، على اختلاف في تحديد السفر، يا سفر يعني شكثر يختلفون ما بيناتهم في تحديده، الذي يجوز معه أن يجمع الإنسان بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، احنا عندنا يجوز الجامع. استنادا الى مجموعة من الروايات من مختلف المذاهب الاسلامية. اولا اجماع اهل البيت وفقهائهم، واهل البيت امرنا الله عز وجل بالتمسك باقوالهم وبالاخذ منهم. اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. امرنا الله عز وجل بالتمسك باقوالهم على لسان نبيه، اي ناحية؟ ناحية الثانية مثلا ارجع الى البخاري انت مثلا، او ارجع الى المنتقى لابن تيمية، يروي عن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الظهر والعصر، يجمع سبعا وثمانيا بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر من دون عذر ولا مطر، ما اكو سبب، لا يعني في الاوضاع العادية. فضل يحب شوفه، ارجع الى ادلة الجمع موجودة، كل فقهانا يبحثوها بصورة مفصلة، ادلة الجمع والروايات مستفيضة في ان النبي كان يجمع. وسألوا عبد الله ابن عباس قالوا له لماذا يجمع النبي صلى الله عليه وآله بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، حتى الأمة لا تحرج. هذا كاسب يريد يروح إلى كسبه إلى عمله، يجي يصلي الظهر والعصر ويهدأ شوية يرتاح يروح إلى عمله، يصلي المغرب والعشاء يروح إلى مضجعة، والدين يسر لا عسر فيه، وهذه رخصة، والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. الله تبارك وتعالى يحب أن يؤخذ برخصه ويؤخذ بعزائمه. فأدلة الجمع موجودة، أدلة الجمع. وأدل دليل على ذلك أن القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ثلاث أوقات ذكر إلى الصلاة. ويبقى أن هذا الوقت ما بين الظهر والعصر من بعد الزوال، الأول من عنده هو وقت الفريضة الظهر، والباقي يبقى مشترك، يمكن أن يصلي الإنسان العصر بمقدار ما يتسع له الوقت. كذلك المغرب والعشاء، أول الغروب المغرب، نعم، هاي لصلاة الغروب، ثم بعدها يجي الوقت المشترك للعشاء إلى حد نصف الليل. في كتاب موقوت الله عز وجل نص على الأوقات، على أوقات الصلاة على لسان نبيه، والنبي صلى الله عليه وآله كان يجمع. بس مع الأسف أنا شايف أكو بعض عبارات متشنجة عند بعض أهل العلم من المسلمين، يعني إذا مر بمن يجمع يحمل عليه حملات منكرة، أو قد يعبر بتعبير مع الأسف أقل ما يقال عنا أنه مو مهذب. يعني هذا أسلوب ينبغي أن يتحاشاه المسلمون، إحنا كتبنا بحاجة إلى أن ننظفها من هالعبارات المتشنجة. راح ذاك الوقت اللي كانوا من وراء الحكام يخلقون هالمشاكل، شو تنبه لي؟
يعني هذا الامر ترى كله اجى منين؟ اجى من الحكام ذول اللي كانوا يردون يمزقون المسلمين على نظرية فرق تشد. نبه هذه التمزيق هذا الوقت راح لان الخلافة الاسلامية راحت. هسه ما عندنا خلافة اسلامية. الخلافة الاسلامية اخذوها الان الشرق والغرب. راحت. اذا علي من هذا التمزق؟ يعني انا ضربت لك فد مرة اكثر من مرة مثل يقولون هذا جماعة كانوا يلزمون حبل قدام مجموعة الاغنام اللي تمر، يوقفون اثنين يلزمون حبل، لما يجي اول واحد من الاغنام يطفر يطفر الثاني يطفر الثالث وهكذا تجي الاغنام تطفر، بعدين يوخرون الحبل تجي الاغنام تطفر بدون حبل. عينا تشوف دول اللي تطفر قدامه عينا. هسه يا اخي الخلافة راحت، عليه من هالتشنج هذا؟ اهل لا اله الا الله، الله الله في وحدتهم، اهل القبلة الله في وحدتهم، هذا يا سيدي متجه الى الله عز وجل وجاي يصلي وعند دليل يجوز الجامع. انا اذا اختلفت مع واحد من المسلمين في نظرية لا يستوجب ذلك اني انبج بالفاظ لا تتناسب مع هدي الاسلام واخلاق الاسلام واداب الاسلام، لان هي الصلاة اساسا اجت حتى تقرب المسلمين، تجمع هدف من اهداف الصلاة، خصوص صلاة الجماعة هدف من اهداف الصلاة ان تلقى الرجل العظيم الى جانب الرجل العادي، اثنينهم في صف واحد، اثنينهم على مستوى واحد، هذا هدف من اهداف الصلاة، يشعر المسلم بان اخ للمسلم. انت لا تجعل ما اراد الله ان يجمع به المسلمين تجعله سبب للتفرقة، لا، انت فهمت من دليل ان يجوز الجمع، واحد اخر افتهم من دليل ان ما يجوز الجمع، لكن كلانا مشتركان على اصل التكليف وهو وجوب الصلاة واتجاهنا الى الله عز وجل. اذا الصلاة جاءت لتوحدنا، الصلاة جاءت لتضع ايدينا بايدي البعض، لاهميتها، لأهمية الصلاة الله عز وجل أمرنا بالمحافظة عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله عز وجل يريد للعبد إذا وقف بين يديه مصليا أن يستحضر أمام عينه بأن الصلاة أداة ترفع من قدره وتدمجه مع سائر إخوانه المسلمين. ولأهمية الصلاة نلاحظ أن الحسين في لحظات القتال الشديدة في يعني الحرب مستعرة يوم عاشورة، السهام تأتي كأنها القاطر، الرماح مشرعة، السيوف يحطم بعضها بعضا، وأبو تمامة شال راسه للحسين قال له يا أبا عبد الله لقد حضر وقت الصلاة، الآن وقت الصلاة حضر. قال لذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. انتهى انتباهك انتباه رائع. في وقته قسم أصحاب قسمين، قسم قال لهم وقفوا انتوا دريئة، فصلى بهم الصلاة المفروضة في مثل هذا الموطن، ثم جاب الثاني القسم الثاني صلى بهم، وقف هذا الرجل ينحني بانحناء الحسين، اذا انحنى هو ينحني وياه، اذا قام الحسين هو شنو الغرض؟ حتى السهم اللي يجي للحسين يقع به، حتى لا يمرق السهم الى الحسين، الى ان اثخن بالجراح سقط الى الارض، وفتح عيناه التفت الى الحسين قال هل وفيت ابا عبد الله؟ قال نعم، اقرأ جدي رسول الله عني السلام وقل له لقد خلفت ولدك بين يدي القوم وحيدا. وفعلا الحسين سلام الله عليه من بعد الصلاة انغمس في لهوات الحرب، على اني ما اتصور ان هي بس تلك اللحظات كان الحسين منغمر بها بالشعور بالله، بالعكس الحسين دائما في محراب الله،
الحسين حمل الله في مشاعره في قلبه. شو يقول له في لحظات الأخيرة؟ يقول له: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى شواك. كانت شفاهه تهمهم بذكر الله، مو في تلك اللحظات يرفع رأسه: لك العتبى يا رب، إن كان يرضيك فخذ حتى ترضى. تلك الضحايا اللي قدمها يرفع رأسه يقول له: هاي قرابيني إليك، القرابين اللي عندي قدمتها، ثم لم يبقى عندي إلا نفسي أقدمها. سقط إلى الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا. خلي نشوف الإمام صاحب العصر شي وصف لنا هاللحظات اللي سقط بها جده. يقول: وهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها. يبدو من العبارة أن وطئ الحسين كان مرتين، مرة وهو حي ومرة من بعد ما استشهد، يعني من وقع عبرت أيضا الخيل على صدره. هذا اللي نستفيده من العبارة: وهوانت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهلك. يا جد، وأسرع جوادك شاردا محمحما باكيا. مؤرخين يقولون لما سمعنا النشاء صوت الجواد صورا أن الحسين رجع، خرجنا وإذا به مقلوب الشارج عارم يسحب عنانه على الأرض. تعلقنا به وأقبلنا إلى جسد الحسين. خويا، من عادة اللي أوقع بالأكوان يسجوه ما ينشان عطشان، يقلون لسالم يا رسام شعتذر عندك ما لي لسان، فزعنا لك من الخيام نسوان. فتح عينيه يقول بعض المؤرخين، لأن عينيه قد أطبقتا، تحامل فتح عيناه وجد أخته جالسة عنده. قال: أخي تعزي بعزاء الله، لا يكون تنهارين بالموقف، أنا أعددتك لهذا اليوم، تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، احفظي لي عيالي وأطفالي. يا أخوي والله مرمرتني حرمة بجريرة، كلفتني بالعيال خويا
لزمتني أنغم جوابا أنعم جوابا يا حسين. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا برحمتك يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر.